السلام عليكم حبايبنا، كيفكم؟ شو راه بخير؟ ان شاء الله كاين تمام يا اخي. ما صرنا تقريبا من يعني المهم يعني ما صرنا فتره داخلين بالشركه معلم، والشركه متدلل فينا معلم. فرج معلم شو بعتولي معلم. فري فاير، فري فاير ماكس معلم حبيبي والله ليكو. الوضع باللوز اللوز شباب. عم بمزح خلي بعرف معلم، بعرف جاي طلع تقول عليك عم شايف وقت ما دخل الشركه عليك وصار يتكبر يتكبر. لا شباب والله بمزح، خليك ريلاكس يا الزلمه. المهم شباب كيفكم حبايبنا؟ ان شاء الله بخير. مثل ما انتم شايفين شباب اليوم وصل لي هذا الصندوق. قلت لحالي ليتس جو، خلينا نفتحه مع الحبيبين نشوف شو بهالبكج معلم. بصل لي بكج ابدا، بصل لي بكج معلم بالحياه الواقعيه معلم. فتحونا ان شاء الله رح نفتحه مع بعضنا ونشوف شو راح يصير. وصلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. سو قبل ما نبلش باي شيء شباب، نفتح الباكج هذا معلم نشوف شو في بداخله. الله اعلم شو في بداخله معلم، بدنا نشوف شو في بداخله معلم. ولا تنسوا بزر اللايك والشير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شباب يلا روح حبيبي والله. اوكي اول الوضع شباب يعني بصراحه ماني متعود هيك اخلي اصور هيك مقاطع يا شباب، بس يلا في اشياء كثيره عم بفكر فيها رح نعمل لكم اياها ساتير. اوكي يلا ركز معي. طبعا شباب اول ما طلع طبعا طلعنا من هون، طبعا هون يا شباب هون مكتوب فري فاير ماكس، فري فاير ماكس كل شيء باللوز تمام. هون معلم مكتوب اشياء يا شباب. طبعا هذا الباك شباب جاي مكتوب هون معلم، بطلع هون شباب جاي من دبي حبيبي والله باللوز. يا سلام عليك. ايوه خلينا نفتح شباب، نفتح من هون معلم شيل انا البلاستيكات. يا سلام. طبعا شباب الصراحه ما عندي شيء يعني مكان نصور فيه، بس انا كنت قلت يلا نصور هيك نضبط حالنا. السلام عليكم. اوكي هذا اوكي ابا حبيبي والله. اوكي هذا نفتح من هون معلم، انا فتحه معلم. لك وين منفتح هذا يلا؟ لك وين منفتح هذا شباب؟ اه هون من هون. ايوه هون في شغله نفتح من هون. اوكي لا لا وقع على الدنيا كلها معلم. عليه الصلاه والسلام يا شباب وقف حبيبي خلاص معلش. المهم شباب شوفوا فرج حبيبي والله. يا اخي شو هذا معلم؟ بعثوا لي ستر. لك انا فكرت معلم طلع اول باكش معلم. ان شاء الله يكون مو ان شاء الله يكون دايم اكيد دايم شباب دايم. طلع لي دايم قناع ماسك دايم شباب باللوز، مو 7 ايام ولا 24 ساعه ولا. حبيبي والله حلو. هات نشوف والله، بس عم نجربه معلم. ما بيصير جبنا لازم نجرب شباب، ما بيصير عليكم بيصير خلاص خلص 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 اطلع. يعني كيف بفتح هذا معلم؟ عشان شوفوا هاي يعني مشان ما تقول عليكم شفت هذا وهذا وهذا معلم، لساته بحاله حبيبي والله. اوكي بس في شيء ثاني تحت. يا سلام يا سلام يا سلام. قولي بقى معلم يا اخي شو هذا؟ يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي انا ما بستحمل ما بستحمل. يا اخي ما يفتح يا اخي. ها يا اخي شو هذا؟ هون يا شباب في شيء هون معلم تعمل هيك اللوز 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 حبيبي والله. ايوه يا سلام عليك. ايوه هذا كمان باللوز. يا اخي شو يا اخي يا اخي شو شو حاط يا اخي؟ منظرك مو طبيعي يا اخي. قناع دايم مو 7 ايام ولا 24 ساعه تجربوا. لا والله يا شباب يعني والله الصراحه يعني طالع شلون معلم باللوز ولا شلون؟ طالع لوز. شوف الشوارب، ركزوا على الشوارب يا شباب، ركزوا على الشوارب يا شباب. شلون الشوارب؟ تمام التمام. ايوه هات شوف حط هذا هيك اللي بعده يا شباب. يعني مثلا يعني حصلنا على القناع هذا، لازم في شيء ثاني يطلع لنا حبيبي والله. فرج فرج معلم فرج. اعطوني البدله يا شباب، البدله البدله شباب، طلعت لي البدله يا شباب. بدله دايم طبعا. هذا صندوق شباب، هذا هو باللون. ها فاضي خلصنا تمام. طلعت لنا بدله يا شباب، لازم نجرب البدله. نجرب البدله يا اساطير. بس طلع لنا هون شيء ثاني شباب، مثل هيك صندوق فكتب عليه هذا شو شو حبيبي والله. شو مكتوب هون؟ تم تنفيذ الخطة ان عدت مرة اخرى باللوز. وهي خلصنا من هالبيب على هي فيها بهالخطة. اوكي شيء ثاني طلعنا بهذا البك شباب، اللبسة مو 7 ايام كمان دايم معلم. يا سلام يا اخي يا اخي شو هذا؟ يا سلام اقسم بالله يا شباب كنت ناوي اشتري هاللبسة، بس سبحان الله بعثوا لي اياها معلم. سبحان الله تحس الشركة حبيب والله عم فكروا يعني. اوكي يا سلام شو هذا؟ قلبي يا هنيك. لا مش الحال تمام. تمام قربي معلم قربي. ول 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 ايه تمام. ايش هو ايش هو معلم؟ فرج معلم فرج معلم. اعطوني رايكم شباب شو هاي هيك شو هاي هيك باللوز. ثواني نلبسها معلم، لازم نلبسها.
ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio. حبيبي والله. وهيك شباب بكون جربنا السكين شباب عن جد شيء باللوز اللوز. سو عن جد حبايبنا الصراحة عن جد شيء كتير 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 حلو صراحة. شكرا للشركة اللي بعثت لي هذه الصندوق الجميل. اوكي ان شاء الله عجبكم هذا تفتيح الباك شباب، ان شاء الله عجبكم المقطع تفتيح الباكجات هيك شباب. لايك شباب انه يعني لابسين كلاكازيت بابيل وكل شيء تمام، لازم ندخل على اللعبه نلبس يعني كلاكازيت بابيل ونلبس نفس الشيء بعدين والله ادخل بعدين ليتس جو يا بوي. وهيك شباب صرنا نفس الشيء باللعبه وبالحياه الواقعيه لابسين نفس السكين يا ساتر. سو حبايبنا خلينا ندخل على اللعبه مع اللعبه مثل ما انتم شايفين مع اللعبه ليتس جو، ندخل تدريب مع اللعبه وندخل نبربر اللعيبه شوي ونشوف. يا سلام عليك يا سلام عليك معلم، هات نجي لهون معلم ناخذ الفي 5 نجي لهون حبيبي والله. صراحة الشباب شي بخنق اقسم بالله معلم صراحة حبيبي، ما بعرف هذول اللي صوروا هذا الفيلم وكل شيء معلم هالاقنعة في وجهه والله العظيم صراحة شباب ما اعرف كيف استحملوا لهالدرجة يعني. يعني انا صار لي دقيقتين دقيقة ابدا معلم، حطيته لهذا واختنقت يا اخي. سو وين اللعيب هو معلم؟ خلينا نسلم عليه معلم. يا سلام عليك يعني يا شباب، لا كازا تفهم بالحياة الواقعية ولا كازا تفهم باللعبة كمان باللوز معلم. يا سلام لا لك انا ولك انا بسرعة بضربه لا اوكي بلا حتى تجد كذا البابل معلم. يا سلام عليك هيهي هي. ايه اثنين هيتشوت جبتهم؟ لا والله فكرت او ماي جاد. خو خلاص شباب هيك بكون شباب الوضع تمام التمام، حطينا اللبسه حطينا كل شيء لوز اللوز. اتمنى يكون عجبكم مقطع اساطير، لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات حبايبنا، ونشوفكم مقاطع جديده شباب. اتمنى كل وصايا شباب تعطونا رايكم بهذا المقطع وتعطونا اقتراحات مقاطع جديده شباب اذا تحبوا نعملها. اهلا وسهلا، نشوفكم على خير، سلام عليكم.